مساء الخير. مشكلة في هالزمن يطلع الكذابين لفاقين يكذبون ويكذبون ويصدقون كذبتهم ويدافعون عنها ويطبل لها الطبالون. احنا نعيش في زمن الكذب والتطبيل، اللي يقول الحقيقة ويخدم وطنه كذاب، والذي يكذب فهو صادق للأسف. لذلك ادعى البعض أن من أسس الكويت وبنى الكويت هم التجار، وينسون دور الكبير للشعب الكويتي، ينسون دور أمراء وشيوخ الكويت الذين حافظوا على هذا البلد. وعندما تقال كلمة حق في حق شيوخ هذا الوطن المخلصين يقولوا عنك فداوي، وعندما تدافع عن التاجر السياسي يقولون عنك شنو؟ وطني، حسب وجهة نظرهم. يخلقون العبيد السياسيين والإعلاميين ليرفضون أجندتهم من أصحاب تجار السياسة، ويخلونهم وطنيين أبطال ويدافعون عن الدستور الذي يتبرى منهم، والحقيقة أنهم يدافعون عن مصالحهم وأموالهم وتجارتهم ويغطون على فسادهم ويتفاوضون على ذلك من تحت الطاولة. من بنى هذا الوطن هم الصباح، ومن بنى هذا الوطن مع الصباح هم الشعب الكويتي الأبي، هم البحارة، هم البدو الفقراء. الكل يعلم منذ وطال الصباح هذه الأرض وأقاموا العدل بين فئات الشعب، بين فئات المجتمع، أنشأوا السور الأول والثاني والثالث وتوافدوا الكل ممن كانوا ساكنين حول الكويت وجاءوا هروبا من اليوع والفقر والبحث عن الأمان اللي كان موجود في هذا البلد تحت قيادة الصباح. وفروا شيوخنا منذ صباح الأول، حتى سمو الأمير الله يطول بعمره الشيخ صباح الأحمد. وإحنا هني لا ننكر دور التجار والشرفاء والعوائل الكويتية الغنية والفقيرة ودورهم الكبير في المساهمة في مساعدة الشعب وبناء الوطن، لكن للأسف تعبنا من تجار السياسة، تعبنا من لعبة الديمقراطية العفنة. الكل من أصحاب بقالات التجار السياسي يتاجرون بهذا الوطن ويتاجرون بمستقبله ويتاجرون بأموال هذا الشعب. من حفظنا على مدى 400 سنة هو الله سبحانه وتعالى، ومن ثم القيادة الحكيمة لهذا البلد. وأنا أشكر من القلب أن يظهر علينا من تجار السياسة من يكذب حتى يعرف الشعب حقيقتهم ومن يسرق هذا الولد. عندما يفلسون بعض الأعمام يصفون الأعمام السياسيين، يصفون عند الأبواب الوثيرة يقبلون الأرجل حتى تسدد عنهم الأموال، والكل يعرف قصصهم من أهل الكويت. وإذا سرقوا أغلقت ملفاتهم، يدعون أنهم الشرفاء وغيرهم حرامي، يحملون في قلوبهم حقد على الشعب، ولعبتهم دائما نحن الشرفاء والآخرون حرامية. والحقيقة أنهم هم الحرامية والدليل المشاريع التي لا تنجز ولا تنفذ وتغطى على بوقاتهم. يا أهل الكويت، الآباء والأجداد والشيوخ هذا البلد والأمراء رحمهم الله بحكمتهم بنوا الكويت وحافظوا عليها، وما يقوم به البعض من إرسال رسائل سياسية عبر إعلامهم يقصدون بها سرقة الدولة. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للبعض، أن أكاذيبكم ما يصدقها أحد، والشعب عرف الحقيقة ويعرف الآن من يسرق الوطن ومن يتاجر بالوطن ومن يدوس على الدستور. يا أعمام الفلس والكذب السياسي، ادعوا الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال. أعزائي المشاهدين.